هاتفيا ايضا مشاهدينا الكرام ينضم الينا من بغداد دكتور احمد الشريفي الخبير الامني والاستراتيجي للحديث اكثر عن ما يحدث اليوم في العراق. برحب حضرتك دكتور احمد بدايه على شاشه اكسترا نيوز وفي برنامج نبض العراق. دكتور، هل هناك من يحاول اليوم تقويض دوله او عوده دوله المؤسسات العراقيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وبصراحه انه هناك جزء من المنتظم السياسي لا يؤمن بدوله المؤسسات بل يؤمن بدوله الميليشيات، ولذلك كان سببا مباشرا في اضعاف جبهتنا الداخليه والخارجيه على المستوى العسكري والامني، بل ابعد من ذلك حتى على المستوى السياسي، على اعتبار ان الوهن الذي اعترى المؤسسه الامنيه والعسكريه جعل صانع القرار السياسي يتعرض الى الابتزاز ضمن اطر التوازنات الاقليميه والدوليه. لذلك في تقديري هذه الاجنحه الآن تدرك حقيقة أن مخرجات هذه الانتخابات بالتحديد ستغير المعادلة في العراق من حكومة أحزاب وكيانات ومحاصصة وتوافق إلى زعامات ومؤسسات وحكومة أغلبية. لذلك هم يحاربون بشكل مباشر مفهوم حكومة الأغلبية ويقولون لنعود إلى المحاصصة والتي ترتكز على أسس طائفية، لأن حكومة الأغلبية ستشكل نواة لمشروع سياسي وطني تغيب فيه الحديث ويغيب فيه الحديث عن الهويات الفرعية ويجرى الحديث عن المصلحة الوطنية التي تمثل المشترك والجامع لكل المكونات العراقية، فضلا عن أنها تستحضر الأمن القومي للعراق وتستحضر المصالح العليا للدولة العراقية، وبالتالي سترسم ملامح سياسة خارجية جديدة سواء كان في إطار التوازن الإقليمي أو الدولي. نعم. لذلك هناك من يرغب في هذه المواجهة، وفي تقديري أيضا الأطراف التي ترغب أو تحمل المشروع الوطني ماضية باتجاه التصعيد حتى إذا وصل إلى حد الاشتباك، لأنه العراق يعيش حالة الفرصة الأخيرة، ما بعدها قد ندخل في فوضى. نأمل أن لا يعني لا يتم تحقيق هذا السيناريو دكتور، ولكن اليوم كان هناك دعوات للسيد مصطفى الكاظمي شدد على التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات واحترام أيضا حقوق الإنسان الأساسية والتأكيد على أن التعبير يعني هو من الأساسيات، التعبير عن الرأي هو من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة. يعني هذا ما جاء على لسان السيد مصطفى الكاظمي. نعم، هو بالحقيقة هناك حقوق متبادلة، مثل ما هناك حق التظاهر هناك حقوق لحماة الوطن في حفظ كرامتهم والتعامل معهم من منطلق الدور اللي يلعبه. يعني حينما تقف المؤسسة الأمنية والعسكرية في الميدان هي تدافع عن البلد وهي حارسة للوطن، فلا يجوز أيضا التجاوز على القيمة الاعتبارية اللي يمتلكها المقاتل اللي هو مدافع عن الوطن. ومسألة الاستخفاف بالمؤسسة الأمنية والعسكرية هو جزء بالحقيقة من فلسفة بعض الكيانات السياسية التي ترى أنها تشكل عنصرا بديلا، يعني تقول أن الميليشيات هي بديلة للدفاع والداخلية وتنتفي الحاجة لهؤلاء ونحن من ندير الأمور أو نحن من نمتلك الفوقية كأحزاب على المؤسسات. هذه أيضا حينما يراعى فيها حق التظاهر أيضا يراعى حق المؤسسة العسكرية في الحفاظ على كرامتها وعدم التطاول عليها، وبالتالي لا يجوز لمن يمتلك حق التظاهر أن يتعسف في استخدام هذا الحق في التجاوز على المؤسسة العسكرية والأمنية، لأنها تمثل كرامة وطن وهيبة دولة، وبالتالي كل يمارس حقه ضمن الأطر التي وضعها الدستور، لا يجوز لأحد أن يتطاول ويتجاوز على المؤسسة الأمنية والعسكرية. أكيد. ويعني طيب. أعتقد السيد الكاظمي أكد على هذه المعادلة. نعم. أنه كرامة المؤسسة العسكرية هي من كرامة البلد، يعني من يتصور أنه يهين المؤسسة العسكرية والأمنية هو يهين نفسه ويهين بلده. نعم. لأن هذه المؤسسات في الحقيقة هي مؤسسات ليست حامية حدود فقط، وإنما هي حامية لكرامة وقيم ومبادئ ومصالح عليا للبلد. طيب. وبالتالي يجب أن لا يكون المساس بها جزءا من ممارسة ما يطلق عليه بالحريات العامة، هذه ليست حريات. دكتور أحمد دعني أسألك، بما أنك تحدثنا من بغداد تحديدا، لو تضعنا في الصورة الحالية ربما للوضع في محيط المنطقة الخضراء.
الحقيقة الوضع متذبذب، يعني شاهدنا قبل فترة كان هناك هدوء وسكون، بعدين وصلت رسائل إلى المتظاهرين أنه التهدئة مطلوبة وعدم الاشتباك أو عدم المساس بالأجهزة الأمنية التي تنفذ مهامها وواجباتها والتزاماتها تجاه البلد. الآن بالحقيقة منذ دقائق كان هناك تصعيد، إطلاق نار كان واضح جدا بكثافة، على اعتبار أن لست في لست متواجدا في مكان الحدث وإنما قريب عليه، لذلك جاء أسمع صوت الإطلاقات بكثافة. الآن هدأت الإطلاقات، أعتقد الوضع لا زال محتقل، يحتاج إلى أن تكون هناك يعني أن يكون هناك تدخلا سياسيا يؤثر على الزعامات التي تحرك هؤلاء في الميدان. عند هذه النقطة يعني كان هناك توجيهات للقائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، يعني قال بأنه يجب إجراء تحقيق شامل حول ملابسات ما حدث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة من المنطقة الخضراء. أيضا كيف تقيم يعني يعني هؤلاء لم يتحركوا بشكل عفوي، هؤلاء هناك من أعطاهم إيحاء وجمعهم بهذا الشكل وبهذه الكيفية ويدفع بهم كأداة سياسية لممارسة يعني ضغط على الشركات في العملية السياسية وبالتحديد على الكتل الفائزة الأكبر. ولكن يجب أن يصار إلى الحوار مع الرؤوس التي تتصدى لتحريك هذه الجماعات ميدانيا وأن نضعها أمام الاستحقاق الوطني والالتزام القانوني. هم شركاء في العملية السياسية يخضعون لضوابط الدستور ويخضعون للقانون العراقي، ولا يجوز استخدام أتباعهم بهذه الطريقة من أجل الضغط والابتزاز خارج الأطر القانونية. هناك عملية عد وفرز يدوي جارية، فلينتظروا مخرجات ما تتحدث به المفوضية، وعن ذاك هناك قنوات قانونية. أما مسألة قطع الطرق وإحداث اختناقات مرورية في بغداد ورفع معاناة العراقيين من أجل ابتزاز سياسي فهذا غير وارد، لا يقبل مثل هكذا فعل في النظم الديمقراطية والتي تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة. لا يوجد تقاطع مع مفهوم التداول السلمي للسلطة، لأن إن حصل التداول خارج الأطر السلمية فمعنى ذلك أنه أساسا لا توجد ديمقراطية، وإذا انتفت الحاجة للديمقراطية فعلى عناصر الضبط الوطني أن تنزل إلى الميدان، يعني بها المؤسسة العسكرية. طيب دكتور أحمد، مصادر عراقية، هذا يعني دعني أستعرض مع حضرتك هذا الخبر الآن. مصادر عراقية لأكسترا نيوز قالت أنه أطراف إقليمية تسعى اليوم لتقويض دولة المؤسسات في العراق، كيف أيضا تعلق على هذا الخبر؟ والله أكون في هذه الإجابة صريح جدا، هناك دول تستهدف الأمن القومي العربي وهي كل من إيران وتركيا، لا ترغب في إعادة ترتيب الأمن القومي العربي مجددا، لأنه هذه قضية نزاع إقليمي وتمدد لمشاريع طموحة. تركيا تتحدث عن مشروع طوراني كبير الذي يصل إلى مشارف الصين وتركيا مرورا ببلاد العرب كلها، وإيران تتحدث عن رغبة في الوصول من البحر الأحمر بالخليج إلى حوض البحر المتوسط. هذه المشاريع الطموحة تصطدم بالأمن القومي العربي. هم يدركون حقيقة أن هناك ثلاث مرتكزات مهمة، العراق، سوريا، مصر بالأساس هي التي تمثل قلب معادلة التوازن العربي. ولذلك لا يرغبون في تحقيق أن يكون هناك تكامل بين مصر وبين العراق وبين المرحلة القادمة أو المشروع القادم في سوريا، إدراكا منهم أن هناك ترميم للأمن القومي العربي وإعادة الأدوار الوظيفية، وهذا ما تلعب الآن مصر بشكل مباشر في التوازنات الإقليمية والدولية. لذلك احنا امام استحقاق كبير جدا، نأمل في حكومة الأغلبية ان يصار الى مراعاة هذه القضية وان يؤخذ بنظر الاعتبار ان العراق جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي العربي. اي خلل او اضطراب يحصل في الميدان العراقي ستكون انعكاساته سلبية على الخليج مرورا بالخليج وصولا الى مصر. فاحنا بالحقيقة في مصير واحد وفي مركب واحد. وعلينا أن نتكامل بالأداء في كل ميدان بما فيها في بين مؤسسات الأمنية والعسكرية لتحقيق ضامن الأمن الإقليمي وهو الأمن القومي العربي. نعم دكتور أحمد الشريف الخبير الأمني والاستراتيجي، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، حدثنا هاتفيا من بغداد.